كم والله بالدول بالدول شرب عند حقوق ولك عراقي ولك طالب بحقه ما عند حقوق ها زين وين اروح اسير خريج وتعب على روحه زين وين تروح تبوك تبوك ذبك بالسجن روح شوف السجون شباب اتصد مخدرات واتصد قتل السبب من الحكومة ها قادر حليما على ابو التكتيك قادر على الخريج قادر عصابات كبر العراق ما يصير باس خير الا تسقط هاي والاحزاب الفاسدة كبر فاتح المكتب احنا خريجين صارنا سنتين اكثر من سنتين طالعين ونطالب اقل شيء هو عقد وهاي تشوف الناس اللي تربية ميسان مجلس المحافظ يطلع لنا بنص ساعة يشوفنا ومدير التربية وبينا ما قوات الأمنية يعتدون عليهم شو يسووا بينا واعتدوا على قناة المربد وشوفوا كسروا الكاميرا وأنا صار لنا التموا علينا الشرطة والضباط والجنود كلهم وبلشوا تبلي شوفوا ما خلوا بينا شيء بس تضاربوا واعتدوا علينا واحنا واقفين صار من الخمسة الصبح احنا واقفين نريد ان مدير التربية يشوفنا او المحافظ يشوفنا واحد طب عمره 30 واحنا بعدنا لا تعين وصارنا سنتين هاي السنتين لا محافظ بوا عنا لا تربية بوا عتنا احنا نطالب بالدرجات الحذف والاستعداد وهاي كلها تريد تتعين هذا حق الخريج العراقي وخاصة محافظة ميسان احنا خريجين مهمشين محافظة ميسان كلش مهمشين فاحنا طالب حقنا وطالب من القوات الأمنية أن يراعون ظروفنا ولا يتعاملون بالعنف